صباح الخير غادة، صباح الخير عبد المحسن، صباح الخير مشاهدين التلفزيون. دولة الكويت مثل ما تفضلت قبل شوي قادة تقول خل نروح حق نجيب، وين موجود؟ احنا موجودين في مجمع حادث السالمية التابع لمعهد الكويت للبحوث العلمية. احنا مثل ما وعدناكم ذيك المرة رويناكم الكويت أول دولة في العالم تزرع الزبيدي، لكن اليوم نبي نراويكم الكويت أو كذلك أول دولة في العالم تزرع السمك السبيط، والسبيط معروف أنه من الأسماك الذكية والأسماك الممتازة، وكثير من أهل الكويت يحبون هذا السمكة. لكن إحنا مثل ما وعدناكم معنا الدكتور خالد بن عبد الإله مدير برنامج الزراعة المائية في مجمع أبحاث السالمية التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية. يمكن راح معاكم بعد شوي نقل المزيزية الصغار راح يصيرون سبيطية إن شاء الله، وراح نلاحظ معاكم كذلك نقل الأمهات من موقع إلى موقع آخر. دكتور صباحك الله بخير. صباح الله بالنور. يعطيكم العافية. الله يعافيك ويسلمك. ما شاء الله هذا المكان فيه سبع أنواع سبيطي، زبيدي، هامور، شعوم، شبيطي، ربيان، بلطي. اليوم على السبيطي. نعم. اليوم على السبيطي إن شاء الله. السبيطي من الأسماك اللي تقدمنا فيها وبدأت التقنية مال الإنتاج التجاري توضح لنا. نعم. وإحنا جاهزين الآن نروح حق الإنتاج التجاري لأسماك السبيطي. والسبيطي يعتبر من الاسماك الشحيحه بالسوق، سعرها حلو وطعم ومحبوبه من الكويت. دكتور احنا نلاحظ الحين كاميرتنا الان موجوده قاعد تلاحظ الامهات راح ينقلون من موقع لموقع، لكن المزيزيه الصغار بعد شوي راح نلاحظه. دكتور في يعني زراعتهم صعبه شويه، فيها صعوبه؟ لابد ان يعني الاسماك البحريه عموما استزراعها صعب، لان لازم تحافظ على الامهات طريقة صحيحة وتعطيها الأكل الصحيح، البيئة الصحيحة، عشان تحصل على بيوب طبيعي، يعني إنتاجها طبيعي ما تدخل فيه، لا تقلب السمكة، لا تعطيها هرمون، لا ترعصها عشان تطلع روح، هي تبي تروح هذه الطريقة الصحيحة. الأكل دكتور لابد إن في أكل يكون يعني خاص لهم على ما تكبر، يكبر السبيط أو يكبر النمزيز اللي موجود. نعم، الأمهات أكلها غير، الأمهات أغلبها أكلها طبيعي، ميدة، يوافة، حومة، سردينة، خثاق، وطبعا مطعم بالفيتامينات والاملاح. الانتاج من اليوافع الى الاسماك التسويقيه علافتي من فرنسا ومن اليونان، علاقه مصنعه عالميا، تنتج الاسماك اللي مثل السيباس سوبريم اللي يشترونه هنا بالكويت، نفس العلاقه قريبه من النوعيه. نعم دكتور احنا قاعدين نلاحظ الان قاعدين ينقلون الامهات من موقع الى موقع اخر، ما شاء الله الامهات. يا دكتور اذا مثلا راح يصير مثلا غرفه التزاوج خلينا نتكلم عنه، ايش كثر راح يكون مثلا انتاج؟ الاسماك اللي تشوفونهم هذه السبيط الان تقريبا فوق الكيلوين، تقريبا عمره سنتين ونص تقريبا. الكيلو من السبيطي ينتج بحدود 300 الف درهم، يعني اذا عندك نكهة وزنها 2 كيلو او 3 كيلو، خلينا نقول 3 كيلو، ممكن 900 الف، لكل 1000 300 الف. هذا الانتاج؟ اي البيض، بس مو كله راح يتخصب، نسبه منه راح تخصب، يعني 50-60% راح يكون مخصب، واللي يلق واللي يفقس هم بعد نسبه 80% يفقس. دكتور انا راح نلاحظ ملاحظه، يعني راح نشوف مع المشاهد الكريم انه راح ينقلون المزيزي الصغير راح يكون ان شاء الله سبيط المستقبل الى هذا. يعني مده الزراعه تكون صغيره وبعدين اكبر وبعدين تكبر لين تصير مثل السبيط العود؟ نعم، ناخذ احنا تقريبا 70-80 يوم الى 1 جرام 4 سم طوله، وبعدين من ال 4 سم الى 200 جرام تقريبا 12 سم 13 سم ياخذ له كمان تقريبا 6-7 اشهر، يوصل من 1 جرام 4 سم الى الحجم التسويقي خلينا نقول 800 جرام تقريبا 22 شهر. دكتور انا حاب مثلا ازرع، والله عندي مزرعه وحاب ازرع، هل تساعدوني مثلا؟ هل مثلا تعطوني استشارات؟ اي مثلا امر عليكم مثلا اخذ منكم بعض الاستشارات انه شلون زراعه السبيط؟ نعم نعم، الباب مفتوح، مجرد يجونا بالسالميه هني واحنا نرتب لهم مقابله، نقعد نرضي نفسنا ونقعد نقابلهم، اذا عندهم مشروع نقدر نقول لهم يعني توصياتنا ويعني حاضرين. لو ابي مثلا من السبيط من المزيز الصغير هذا اخذ عندي المزرعه واخلي مثلا اقدر اربي اكثر، اقدر اخذ من عندكم مثلا اشتري من عندكم؟ موظفين المعهد يقدرون يشترون المزيز الصغار، بس يقدرون يشترون حق اهلهم، يعني او انه واحد عنده صديق، لان احنا مشكلتنا بالبيع ما نبيع على العام، نبيع على الموظفين المحل بس، لان هاي العلاقه بقوانين وزاره الماليه. يعني مثلا واحد مثلا عنده بزرع او يبي يزرع على مثلا سبيطي، يبي يقول يعني بده مثلا تساعدونه، تعطونه مثلا كميه بسيطه تبيعونه مثلا، ويقدر مثلا يزرعها ويكون مثلا تواصل معاه. احنا السنه هدينا هيئه الزراعه ثروه سمك هديناهم تقريبا 15000،
سبين سبيط وبين شعم للموضوع هذا عشان يوزعون على المزارع اللي لها ودي مجانا يوزعون. الله يعطيكم العافيه دكتور خالد عبد الاله مدير برنامج الزراعه المائيه في مجمع ابحاث الساميه التابع لمعهد الكويت الابحاث العلميه، يعطيكم العافيه. اسحكم على المشاهدين الكرام، راح اوعدكم ان شاء الله مره ثانيه راح نجي حق الهامور وفي اسماك اخرى موجوده في هذا المكان. شكرا دكتور. الله يجزيكم خير، ما قصرت على الهي شكرا. مشاهدي الكرام، كنا معكم في هذا النقل الحي المباشر من معهد الابحاث الساميه، راح نرجع ان شاء الله لزملائي عبد المحسن وقادر لتكمله فقره برنامج صباح الخير زملائي لكم الهواء. تفضلوا.